الحمد لله رب العالمين. مين عنده سؤال؟ من يبدأ؟ والله إذا سمحت بأي موضوع، إذا سمحت والله دكتور. بأي موضوع السؤال قصدك؟ بأي موضوع؟ بأي موضوع تفضل. لا الكويز اليوم، أنا بحكي كويز اليوم يعني بالديزاين ولا بالشابتر 6؟ ها كويز اليوم، عليش مستعجلين؟ لأنه صراحة والله أنا عندي امتحان اليوم، تمام داني أدرس مزبوط صراحة، يعني عشان أعرف أركز على إيش بالضبط. بس أوكي علي، بسيطة، اليوم مش رح نعمل كويز، معناها طالما عندك امتحان نعمل كويز الثلاثة إن شاء الله. تمام الله بمحاضرة اليوم، فانتبهوا كويس اليوم عشان تحلوا الكويز الثلاثة. طب دكتور بعد إذنك، تفضل. كم ظل لنا كويزات إحنا؟ إحنا يعني هذا الأسبوع الثاني عشر، 12-13، I think we have three more weeks، يعني هذا الأسبوع أسبوعين ثانيات. إحنا لحد الآن أخذنا 13 واحد غير 9-3. صح صح، صح. رح نأخذ يا اثنين يا ثلاث حسب التسهيل. 15 إنه تعبنا صراحة. بكفي 15، بنشوف إن شاء الله خير. بعد خلنا نشوف. بس حبيت أختار عليك. خلنا نشوف. لتصيها ولجوز. إن شاء الله. دكتور. تفضل. السلام. دكتور رح تشطب إشي من هن ولا كل هن محسوبات رح يكون؟ ليش أشطب إشي من هن يا سيد؟ يعني بس إنه بس نقلل عدد الأصفار. قلل عدد الأصفار، خلنا نشوف قديش بجيب أكثر واحد فيكم بالأول. يمكن بعض الناس يفللوا فول مارك لعلمك. غير هيك any other questions؟ طيب إذا let me share my screen أنا ونفتح على السلايدز. إذا هيك متحمسين نقرب الفصل يخلص؟ شايفين الآن الشاشة أكيد؟ شايفين. very good الحمد لله. أوكي خلني أراجع بسرعة بس اللي عملناه المرة الماضية and then we continue من وطرح ما وصلنا. قلنا هذا الشابتر بيتكلم عن registers and counters، وحكينا الelements that we discussed المرة الماضية، وعرفنا شو الريجستر شو الكاونتر. basically كل واحد منهم بتكون من مجموعة flip flop. الريجستر حتى يخزن الداتا اللي هي in bits لكل ريجستر، والكاونتر حتى يعد في سيكونس احنا بنعرف له اياه. بدانا بالريجستر، شرحنا الفور بت ريجستر هذا اللي هون، اللي هو قلنا اسهل ريجستر في العالم كيف بيشتغل. ويجوا الريجستر مش بهذه السهوله، دائما بيكون في كومبينيشنال سيركت حتى تحدد وات تو ستور ان ذا ريجستر. وهذا مثال كان اللي هو ريجستر وذ بارلل لود، شرحناه المره الماضيه بالتفصيل احنا المثال هذا. وقلنا يعني حتى تفهم how does it function again as an example، لو اخذنا هذا المثال مثلا، تفترض ال different values لل inputs وتشوف شو بصير. هذا الريجستر فيه one control input اللي هو load، وهذا load بيتحكم بالريجستر. اما الريجستر ال contents بيطلعوا no change اذا كان load zero، وشرحنا المره الماضيه قلنا الريجستر retains the data او keeps the data as is، او اذا load كان يساوي واحد بريجستر will accept the new data، يعني I0, I1, I2, I3 بتخزنوا هون. هاي بصير I0, هاي I1, هاي I2 وهاي I3. ونصيحة اللي مش فاهم كيف، يعطي قيم load مرة 0 يشوف شو الـ impulse gates اللي هون، ومرة 1 يشوف الـ impulse gates اللي هون، يشوف الـ impulse flip flops، بعدين بيعرف الحكي اللي حكيناه هون. any question على هاي الأشياء اللي حكيناها المرة الماضية؟ clear. الحمد لله. so now we go to another register، معناها اليوم وهاي اللي بنبدا اليوم، يعني هذاك شرحناه المره الماضيه. it's called shift register. طبعا من اسمه shift يعني بيعمل shift ازاحه، وهذا بيكون usually capable of shifting data in one or both directions، يعني بيكون اما shift لليمين او shift لليسار. بيكون شو بتحكم بالشيفت؟ امتى بصير الشيفت؟ الشيفت بصير على الكلوك بلس. اذا الكلوك كنترولز الشيفت اوبريشن. يعني الحكي هذا معناه لو مثلا كان ريجستر 4 بتس، خلينا نسميهم دي نوت، دي 1 دي 2 ودي 3 الاربع بتس، بده طبعا اربع فليب فلوبس اوف كورس، وفي عندنا كومن كلوك هاي اللي بتتحكم بايمتى الريجستر يعمل شيفت. والكومن كلوك هاي موصله على كلوك انبوت اوف افري فليب فلوب، زي ما احنا شايفين هون
الكلوك هاي هي رايزنج ايدج او بوزيتيف ايدج، يعني لما كلوك تروح من 0 ل 1 بهذا الترانزيشن الانبوت تبع كل فليب فلوب بنوضع في الفليب نفسها بتخزن. هيك شرحنا المره الماضيه. طيب اذا كيف هذا بده يعمل شيفت؟ بعمل كما يلي، بنوصل Q1 مع D نوت، وبنوصل Q2 مع D1، وQ3 مع D2، وD3 بيجيها سيريال انبوت، يعني البت اللي بدنا نوضعها في الموست سيجنيفيكانت فليب فلوب او اللي على الشمال، هيك معناها. طب شو بصير بهاي البت؟ هاي البت بتروح سيريال اوتبوت بنسميها. اذا هذا الشيفت ريجستر في له سيريال انبوت وسيريال اوتبوت، وعلى كل كلوك بلس بيعمل شيفت. يعني الحكي هذا معناه لو مثلا الريجستر كان فيه 1 0 1 0 لنفرض، وهاي كانت البت هون 1، ان اول ما تغير الكلوك بلس من 0 ل 1 على الادج هاي شو بصير؟ هذا الواحد بيروح بنستخدمه، هيك معناته بروح، اما بنعمل ترانسميشن او بنجمعه او بنعمل فيه شيء معين. هذا الواحد شو بيجي مكانه؟ بيجي مكانه هذا الزيرو، فهذا الواحد بروح بيجي محله زيرو اللي هون، وهذا الزيرو بروح بيجي محله الواحد اللي هون، هذا بروح بيجي محله الزيرو، وهذا الزيرو بروح بيجي محله مين؟ الواحد اللي هون. فالريجستر اللي كان فيه 0101 راح يصير فيه 1010، امتى بصير هاي؟ at the clock pulse، هيك معناها. any question؟ هذا بنسميه shift right register، لانه بيعمل shift والشيفت هذا بروح لليمين، كل بت بتروح للفليب فلوب اللي على يمينها، واخر بت على اليمين بتطلع بتروح بتطلع من الريجستر خلاص مستخدمها. any question؟ اوكي. طبعا هذا اسهل شيفت ريجستر كمان ممكن تتخيله انت، لانه فيش اسهل من هيك، وفيري سمبل تو بيلد. بدك كل دكية اربع فليب فلوبس ونوصلهم بالطريقه اللي احنا شايفينها هون. اوكي، راح تقولي طيب واي دو وي يوز شيفت ريجستر؟ بقول لك في استخدامين كثير معروفين بالشيفت ريجستر. اول واحد بنسميه سيريال داتا ترانسفير، وسيريال داتا ترانسفير معناها احنا بننقل البيتس سيريالي. سيريالي يعني البيتس ار ترانسفيرد 1 بت ات اي تايم، يعني اذا انت في عندك بدك تبعث اي مسج مهما كانت المسج طويله 101101100010111 الى اخره، how do you send it؟ you send it 1 bit at a time. على كل كلوك بلس تبعث بت، او شو تبعث الواحد اللي هون بعدين اللي وراه اللي وراه 0101 الى اخره. وهاي very common mode in transmitting data actually، انك ترسل داتا على خط، يجوا اللي بتكون 1 bit at a time اللي هي serial mode. طب يا ترى اذا شو الهاردوير؟ This is what we'll explain now. إحنا عشان هيك فحتى تعمل سيريال داتا ترانسفير بنأخذ مثال. إحنا هون المثال في عندك two shift registers، واحد اسمه B وواحد اسمه A، وموصل في عندك clock pulses واصلة على A وعلى B مثل شفناهم قبل شوي، يعني وصل لكل flip flop register، هيك معناها. وفي عندك هنا لاحظ انت اند جيت، هذا الاند جيت فيه كلوك بلس عاديه اللي هي انفينيت لا نهائيه، وفي شيفت كنترول. شيفت كنترول حتى انت تتحكم كم مره حاب تعمل الشيفت، هسه بنحكي عنها بعد شوي هاي شيفت كنترول. فالان بهذا الريجستر شو بصير؟ الان اللي في الريجستر بي بينبعثوا 1 بت ات اي تايم، والريجستر اي في نهايه الارسال برجع كما هو. ليش؟ لأنه السيريال أوت تبع إيه موصل بالسيريال إمبوت تبع إيه موصل. رح نعطي مثال بعد شوي إحنا لهذا الرجستر كيف بيشتغل، بس خلنا الآن نطلع على الشيفت كنترول هاي. لنفرض إنه هذا الرجستر كان فيه أربعة بيتس، ففي هنا أربعة بيتس في بي وأربعة بيتس في إيه، وبدنا نعمل بالضبط شيفت أربع مرات، بالضبط أربع مرات. شو بنعمل؟ بنعمل شيفت كنترول، هذا البلس تبعته دائما زيرو باستثناء بتكون 1 لاربعه كلوك بلسز فقط لا غير، وبنعمل اندنج
للشيفت كنترول مع الكلوك. الان اندنج طالما هذا زيرو مهما كانت تكنيك تغيرت راح يكون هذا زيرو. امتى بصير 1؟ بصير 1 لما الكلوك تتغير من زيرو ل 1 هون، ما اضربها في 1 تطلع هون كلوك بلس، هاي اللي هي هاي الاولى، كمان كلوك بلس ثانيه، ثانيه هون، وهاي الثالثه بتنزل، وهاي الرابعه بالاندنج. لما يصير هذا زيرو راسا بصير هذا زيرو. فانت هون what you get السيجنال هاي فيها بالضبط 4 كلوك بلسز فقط لا غير. فهاي السيركت اللي هون راح تعمل شفت 4 مرات وبس وتوقف، لان مش راح يكون في هون كلوك بلسز بعد هيك. اني كويشن على هذا الجزء بالاول؟ هذا بسميه شفت كنترول، هيو زي ما انت شايف بنتحكم بكم مره نعمل شفت هيك معناها. الدكتور النيجاتيف ايدج ايش وين راحت؟ يعني نستخدمها ولا بس اخذنا التوب اوف ذا ايدج؟ في الواقع يس. لا سؤالك واضح جدا، سؤالك هو بغض النظر الكلوك بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج، هي الفرق بصير انه امتى بصير الشيفت. هل بصير شيفت وحاطه العين بالكلوك هاي ولا هاي؟ براكتيكالي تفرقش كثير، براكتيكالي معناه لانه بتفرق بجزء هذا من الكلوك فالس، نص كلوك فالس تفرق. الان لو حطينا، لو حطينا هنا على اللي قبلها مثلا، لو حطينا هنا نيجاتيف ايدج تريجرد مثلا، لو حطينا هون بابل صغيره مش راح تفرق زي ما قلت لك انا. بس يوجوالي للسهوله دائما بتشوف بوزيتيف ايدج تريجر للسهوله. بالحياه العمليه بتلاقي الجهتين، بتلاقي الدي فليب فلوب اللي هي 7474 رقم الانتجريتد سيركت، هاي بوزيتيف ايدج تريجر، وبتلاقي الجي كي فليب فلوب اللي شرحناها كمان اللي هي 74107 هاي نيجاتيف ايدج تريجر. سو كلاهما بالحياه العمليه موجودات، ومستخدم كلاهما في المختبر برضه، مستخدمها مستخدم هاي. تمام جود. الان خلنا نكمل، اذا خلنا نكمل ناخذ مثال اكتشوالي على السيريال داتا ترانسفير. ناخذ مثال، مثال بنفترض ان الانيشال فاليو، الانيشال فاليو في ريجستر A كانت 1011 والريجستر B 0010. لاحظ ما ننساش الرسم اللي قبل شويها، نرجع لها. احنا المثال لهون، فهذا 0010 فيه وهذا 1011، هذا المثال اللي اخذناه. الان على اول كلوك بلس على T1 شو بصير؟ الزيرو هذا بينتقل برا زي ما انت شايف، it will be transmitted، والواحد بيجي محله، والزيرو بيجي محل الواحد، والزيرو محل الزيرو الثاني، والواحد هذا بيجي هون. فهذا اللي كان فيه 0010 راح يصير فيه 1001 بعد كلوك بلس، واضح؟ هذا ريجستر بي، والواحد هذا نفسه كونه الاس او وين بيروح؟ بيرجع هون الواحد، هيو بلف بيجي من الشمال. فا A بصير فيه 1101 بعد 1 كلوك بلس. أني كويشن على أول خطوة هاي اللي عملناها، يعني لو شفنا إحنا بعد الإج هذا شو اللي كنت تستبع بي و A، راح تلاقي هذا A وهذا B رأسا بعد الإج، يعني هون لو طلعت أنت راح تستمر هاي لعند كلوك بلس الثانية. الكلوك بلس الثانية الآن شو بصير؟ هذا الواحد it will be transmitted وبيجي محله الزيرو، والزيرو بيجي محل هذا، وهذا محل هذا، والواحد الجديد هذا بيجي هون. فبي بصير فيه 1100 بعد 2 كلوك بلسز، هيك معناها. خلنا نشوف المثال كاملا، بس انا حبيت اشرح لكم اياه هون مع الفيجر. اذا قلنا هاي الانيشال فاليو زي ما احنا شايفين هون، ان بعد 1 كلوك بلس زي ما حكينا هذا الزيرو ترانسميتد، الواحد بيجي محله، والزيرو بيجي محل هذا، وهذا بيجي هون، والواحد هذا بيجي هون. هذا اللي حكيته قبل شوي. نفس الشيء برضو عندك هذا الواحد بيجي هون، هذا الواحد بلف لورا بيجي هي هون، هذا الواحد، والزيرو بيجي هنا، والواحد بيجي هون. فإذا بصير هذا A في 1101 وB بصير في 1001 زي ما شرحنا قبل شوي بالضبط. Any question؟ Okay. After one more clock pulse إذن هذا الواحد تول بي ترانسميتد بيطلع برا كليا، الزيرو بيجي هنا، والزيرو بيجي هون، والواحد بيجي هنا، والواحد هذا بيجي هون ب
بدخل في بي هذا الواحد. ايه شو بصير فيه؟ الزيرو بيجي هون والواحد هون والواحد هون والواحد هذا بيجي بالعكس بيجي للشمال هون بيجي هذا هو الواحد. فايه بصير 1101 وبي 1100 ماشي. One more clock pulse اللي هي after T3 نفس الشيء بالضبط. هذا zero transmitted هذا zero بيجي هون والواحد هون والواحد هون والزيرو هذا بيجي هون وكمان بلف لهون الزيرو هذا وهذا الواحد بيجي هون هذا الواحد هون هذا الواحد هون. فأي صار في zero one 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 وبي صار في zero one one zero. آخر شيء after T4 هذا zero transmitted again بيجي محد الواحد هذا هذا بيجي هون zero هون والواحد هذا بيجي هون وكمان بلف لهون وهذا الواحد بيجي هون shift right shift right وzero shift right هنا. So this will be A or this will be B after four clock pulses. لاحظ شو اللي صار بفور كلوك بلسز. لاحظ انه الكونتنس تبعت A ظلت كما كانت اكيد 100% بعد اربع كلوك بلسز A كانت 1011 وبقيت 1011. ليش؟ لانه هاي الريجستر اللي فيه اربعة بيتس عملنا اربع مرات روتيشنز فاخرته برجع زي ما كان بعد اربع مرات ما هو في اربعة بيتس ولما عملنا اربع مرات شيفت رايت لهنا اللي في A رح يصير في بي 100% اللي في بي وين راح اللي كان هذا بي هذا ترانسميتد اللاين خلاص راح نقلناه بعثناه من A ل B من شخص لشخص بعثناه. فنكست تايم نبعث هذا احنا مره ثانيه وهذا بيكون اجى شيء محله ان باراليل. يعني عاده الريجستر هذا اللي هو بيكون مثل هذا الريجستر الكونتنس هاي راحت هون ظلت كما هي بس يوجوالي بنعمل له parallel load بعد شوي قبل ما نرسل اللي بنرسله بنحطه parallel load هون مرة ثانية بالريجستر. This is how it operates. Any question؟ دكتور إحنا اللي أرسلناه اللي كان جوا B وبعتناه ولا اللي كان جوا A اللي بعتناه؟ لا اللي بعتناه إحنا اللي كان جوا B وأجا مكانه اللي جوا A عشان نبعثه المرة الجاية. أيوة تمام. بس. Any other question? Very good. إذا إحنا بدينا نتكلم اليوم على مبدأ الشيفت ريجستر. شرحنا شو هو. قلنا فيه استخدامين رئيسيين الشيفت ريجستر. الاستخدام الأول حتى نعمل سيريال داتا ترانسفير وهذا الهاردوير أمامنا وهذا المثال كيف بيعمل. الاستخدام الثاني أيضا اللي كثير شائع هو السيريال أديشن. يعني نعمل أديشن ولكن سيريالي هيك معناها. شو يعني سيريال اديشن؟ لاحظ لو بدي انا اجمع 1011 و0010 هذول شو بدي حتى اجمعها؟ بدي هنا اجمع بدي هنا هاف ادر بالاول حتى اجمع 2 بيتس وال2 بيتس بيطلع منهم كاري بدي جنبهم فل ادر يكون وبيطلع صمو كاري بجمع الكاري هون بدي كمان فل ادر ثاني وبدي كمان فل ادر ثالث. So this is what I want. This is what I need. Sorry. بدي لكل 2 bits بدي full adder. Usually إذا في عندي هون 4 bits الأدر بيكون كمان 4 bits ثانيات و 4 bits ثالثات و 4 bits وبالتالي حتى أول bit usually أنا بستخدم full adder. فإذا في عندي 2 in-bit numbers إذا في عندي 2 in-bit numbers أنا بدي in full adders حتى أجمعهم in parallel. واضح؟ in full adders لأنه كل bit من A مع bit من B بدها full adder حتى أجمعها. طبعا that's too much. بقدر أوفر أنا بال full adders. كيف أوفر؟ أجيب one full adder عندي والbits اللي من A و B أدخلهم واحدة واحدة. يعني إذا A كان A0, A1, A2, A3 وB كان B0, B1, B2, B3 شو بعمل؟
الأدر هذا أول شيء بدخل عليه A نوت وبي نوت بيجي هنا بطلع صم وبطلع كري. الصم بدخله هون حتى أخزنه والكري بحفظه للمستقبل اللي بعد شوي، وبجمع الكري هذا اللي حفظته بجمعه مع A1 وB1 المرة الجاية على الكروب بلس الجاية. نفس الشيء برضه بطلع صم وكري، الكري بحفظه هون بجمعه مع A2 وB2 وبعد شوي، والصم طبعا بجيبه لهون، الكري اللي بيطلع برضه بجمعه مع A3 وB3. فهذا الأدر اللي هون بستخدمه أربع مرات أنا، هيك معناها مرة في كل كلوك بلس. إذا في عندي N numbers N bit لكل عدد بستخدم نفس الهاردوير هذا N times بستخدمه. واضح؟ فهذا المبدأ تبع السيريال أديشن بسميه. طبعا البريل أدرز اللي هي هاي هون إني أستعمل أربعة فول أدرز مثلا أكيد أسرع بكثير. ها دير بالك لأنه هاي أول ما تحط الـ A والـ B بطلع معك الجواب رأسا، بطلع الجواب، ولكن it needs more logic، بدك أربعة فول أدرز زي ما شفنا. فممكن نستخدم مكانهم سيريال أدرز زي اللي شرحناه الآن. إحنا هذا أبطأ من هذاك. ليش أبطأ؟ لأنه إن بت أديشن بدك إلها إن كلوك سايكلز، إن كلوك سايكلز. إذا بدك تعمل أربعة بتس من A مع أربعة من B بدك أربعة كلوك بلسز. إذا كان 16 بت من A 16 بت من B بدك 16 كلوك بلس، ولكن بدها الهاردوير بيكون أقل. Any question؟ أوكي، دخلنا نتفحص الآن بشوي بعناية أكثر الهاردوير اللي بيعمل الأديشن سيريالي. إحنا في عنا قلنا two registers بدنا نجمع A plus B، بدنا نجمع إحنا و A plus B بندخل الشيفت أوت تبع A والشيفت أوت تبع B، بندخلهم على X والY تبعت الفول أدر. أوكي، تنسوش إن الفول أدر بيجمع X plus Y plus Z، X plus Y plus Z، وبطلع sum plus carry. هذا شرحناه بشابتر زمان وإحنا صغار. أوكي، هذا اللي بنسميه فول أدر. فإحنا الإكس والواي بنأخذ الإكس من الشيفت أوت تبعت A والواي من الشيفت أوت تبعت B، والزد بنأخذها من بنسميها carry flip flop. هاي بنسميها carry flip flop، يعني flip flop حتى نخزن فيها الكري. أول بت شو بنعمل؟ لاحظ هاي في لها clear input، هاي بنعملها clear من أول. أول شيء بكون هذا zero، يعني we apply clear هيك بنعمل clear zero، بيعمل clear للفليب فلوب هاي، هاي بالبداية قبل ما نبدأ الجمع. and then we add a node زائد b node زائد zero، بطلع ال s node وال c node تتخزن هون عشان بعد شوي يصير c1، تدخل مع ال a1 وال b1 بعد شوي. ف قبل الكلوك بلس ما تبدأ بيكون الـ A نوت هنا والـ B نوت هون والـ 0 هون، بنجمعه زي ما قلنا بطلع S نوت و C نوت. الـ S نوت وين بيجي؟ لاحظ أنت جاب حطه في نفس الـ A هذا من الشمال، دخله بحفظه، هذا هو يعني الصم رح يكون هون بعد شوي. الصم الـ B شو دخلنا محل طلع؟ دخلنا سير الـ Input هنا الـ B، و A و B في لهم كلوك وفي شيفت كنترول زي ما شرحنا قبل شوي، حتى نعمل شيفت اكزاكتلي 4 تايمز اذا كان كل ريجستر فيه 4 بيتس. ونفس الشيء برضه هاي الشيفت كنترول كلوك انبوت على اند جيت، حتى الفليب فلوب هاي كمان تشتغل بالضبط 4 كلوك بلسز ايضا. اني كويستشن؟ اوكي، رح ناخذ مثال احنا، بس ناخذ اول رقمين في المثال ونرجع نحطهم هون. مش حاطين المثال هنا، بنعمل مثال قدامكم مش مشكلة بسيطة. لو بدنا نجمع مثلا ال 1011 مع 0010 لنفرض، شو بصير؟ بكون هذا الواحد هنا وهذا الزيرو هون، وقلنا بتعمل أول شيء كلير لهذا، بصير هذا زيرو، هذا زيرو. تجمع 1 plus 0 plus 0 بطلع 1 وكاري 0. ال 1 هذا بيجي هون الآن على كلوك بلس، شو بصير؟ الواحد هذا بيختفي، خلص استهلكناه جمعناه لإنه،
وهذا الزيرو بيختفي، هالزيرو بتخزن هون دير بالك الكاري اوتبوت، وبيجي محله، بيجي محله لما يعمل شيفت رايت احنا الواحد هذا بيجي من هناك اللي هون الصم، والبي دخلنا بالتجديده، حط خلنا نحطها اكس مش مشكله احنا بالتجديده هاي، فهيك بصير شكل A و B. Any question؟ أول ما يصير شكل A و B هيك بصير هاي اللي significant bit في A وهاي اللي significant bit في B، إذا بيكون هنا واحد بيكون هون واحد وهاي زيرو اللي مخزن من المرة الماضية. هاي combination circuit هنا، أول ما يصير هذا ون وهذا ون وهذا زيرو بصير هذا زيرو اللي هو الصم وهذا ون اللي هو الكري، هيك بصيروا الواحد هذا بيجي هون، الواحد بيجي هون، الكلوك بلس بصير بكيو هذا الواحد. And at the next clock pulse الزيرو بتخزن هون هذا، وبنحط الآن زيرو، الواحد هذا بروح والواحد هذا بروح، بيجي محله هون زيرو اللي هو هذا الزيرو وهذا الزيرو، وهون بيجي اكس طبعا مش عارفين شو بيجي، وهاي بيكون في هون 1 0 0 1 هيو. فالأدر 0 plus 0 plus 1 بيطلع sum 1 والكاري 0 بيطلع هذا هون 0 بصير هذا 0 على كلوك بلس، هذا الواحد بيجي هون امتى بصير الشفت على كلوك بلس again هذا بصير X. الآن احنا هذا استهلكناه، وهذا اخر شيء بيجي هذا الواحد هون والزيرو هون والكاري اللي هو هون بيجوا. الان الادر بجمع 1 بلس 0 بلس 0 1 كاري 0، الواحد بيجي هون والزيرو بيجي، والزيرو بيجي هون اوكي. اوكي ثينك هذا كان زيرو هون اوكي، لان على كلوك بلس بعمل شيفت، ان هذا بروح الواحد وهذا بروح، راح تصفي هنا لاحظ هون كان في 1 0 1 1 هي ها هاي زيرو هون ما ننساهوش، فاي بصير فيه 1 1 0 1 اللي هي 1 0 1 1 بلس 0 0 1 0 لو جمعناهم بيطلع 1 1 1 0 كاري 1 1 1 اللي هي هذا هي 1 1 0 1 اللي هي 13، يعني 11 زائد 2 بالديسمال 13 بالديسمال. Any question؟ طبعا لما احنا عملنا هيك وفرنا الريجستر، يعني بدل ما نحط الريجستر هون نحط فيه الاوتبوت، لا حطيناه في نفس الريجستر هذا، استخدمنا مرتين ريجستر. بنوفر هاردوير فيه. Any question؟ اوكي. اذا this is one way to implement serial addition. الان في طريقة ثانية. السير الأدر تقدر أنت تقدر تطلع السير الأدر كأنه في كأنه في عندك كأنه في عندك الانبوتس إكس واي اللي هم جايين من كابيتال A ومن كابيتال B ريجسترز، وفي عندك بريزنت ستيت تبع الفليب فلوب اللي هي هون، هاي الفليب فلوب أوكي تكون يا 0 يا 1 تكون قيمتها، ففي عندك أنت ل x و y اللي هو هاي x وهاي y وهاي q، في عندك ثمان حالات مختلفة اللي هي هيهم q بتكون يا 0 يا 1، ولكل قيمة من q عندك أربع حالات ل x و y 0 0 0 1 1 0 1 1 نفس الشيء هون. الآن شو النكس ستيت ل q؟ هي الكري اللي أخذناه زمان، احنا قلنا زمان الكاري النكست كاري، يعني انه لما تجمع ثلاثة بيتس هذولا شو بطلع الكاري، شو بطلع الصم اللي هو الكاري، اذا في عندك واحدين على الاقل بطلع بواحد، بطلع واحد على الكومبينيشنز ثلاثة وخمسة وستة وسبعة اللي في عندك واحدين او ثلاث واحدات هيك معناها، والصم هو نفس اللي اخذناه زمان اللي هو الاود فانكشن اللي هو واحد واثنين واربعة وسبعة عدد الواحدات فردي. فأنت بتقدر من
البريزنت ستيت تبعت كيو والنكست ستيت تبعت كيو تطلع الجي كي والكي والجي كيو والكي كيو if you want to use JK flip flop. احنا هون استخدمنا بالماضي استخدمنا D flip flop وقلنا D تساوي Q يعني Q at T plus 1 تساوي D of T هيك معناها وبالتالي D هي نفسها النكست كاري اخذناها Q هي نفسها D هون لا هون بيختلف هون بدك تطلع J و K انت من present Q والنكست كيو اخذناها قبل بالشابتر 5 اخذناها اللي هي كيو اذا كانت 0 وباقيه 0 عندك الجي والكي ب 0 دونت كير اخذناها تقدر تراجعوها اذا بدكم واذا كانت 0 وصارت 1 قلنا الجي والكي 1 اكس 1 دونت كير ومن 1 ل 0 قلنا اكس 1 ومن 1 ل 1 x 0 احنا هون نقدر نطلع equation لل jk تعمل كرنو معرفة صغيرة و equation ثانية لل هاي لل jq وهاي لل kq بطلع معك jq يساوي x and y و kq بطلع x or y الكل برايم وطبعا الصم معروف هو ال exclusive or تبع x y q لأنه ال odd function any question اللي عملناه هنا فاحنا هنا اعطينا different design للأدر زي ما انتم شايفين لان معنى الاكويشنز هاي نقدر الان نرسم الجي كي فليب فلوب هاي والجي جايه من اكس اند واي والكي X or Y الكل برايم الK فبنحط X or Y هاي الـ X وهاي الـ Y وهاي الـ Prime NOR gate الK و اللي صار انه هنا عندك هذا Shift Register A وهذا B اللي بنجمعه الـ X هنا والـ Y هاي اللي هون والكيو هاي اللي هنا كلهم بيعطينا الصم اللي بندخله لهون مره ثانيه اللي هو فانكشن فاحنا هيك بصراحه اللي عملناه احنا انه الفل ادر يعني احنا ما استخدمناش لاحظ لو قارنت انت لو قارنت اللي عملناه الان اللي عملته هون بالاول كان في عندك فل ادر كامل زي ما اخذنا في شابتر 4 وخذنا الدي فليب فلوب اذا في عندك فل ادر وعندك دي فليب فلوب هذا بنيناه دير بالك بنيناه يعني الصم بدك تحط اكس واي وكيو هذا الصم والكاري بدك تعمل الفانكشن تبعته اللي هي اكس واي فور اكس زد اور واي زد بدك تعمل سيركت لها زي ما اخذنا زمان وتحط الناتج في دي فليب فلوب اللي عملناه الان لا وفرنا احنا لغينا هذا باختصار لغينا هذا من خلال عملنا الستيت تيبل اللي امامنا هنا طلعنا الانبوتس للفلوب فلوبس ورسمنا السيركت زي ما انت شايف هون فهذه الديفرنت فورم سكند فورم اوف ذا سيريال ادر بحيث الفل ادر هنا اختفى انت مش شايفه وين هو هذا جزء الصم منه وهذا جزء الكاري منه راسا دمجت الكاري مع الفليب فلوب هيك دمجتهم باختصار Any question يا شباب؟ حد عنده أي سؤال؟ Okay, very good. إذن الآن إحنا أخذنا السيريال شيفت ريجستر وأخذنا استخدامين له الآن نيجي على إشي اسمه يونيفرسال شيفت ريجستر شو يعني يونيفرسال معناها؟ شو يونيفرسال معناها؟ عالمي مزبوط؟ صح جود اوكي يعني يصلح لكل زمان ومكان معناها عالمي شوف شو اللي صار
اللي تلاقيه في الحياة العملية أنت أنك ما راح تروح تشتري سيريال ريجستر لحاله وبارل لحاله وإلى آخره. أنت بدك تشتري هالتشيب هاي تعمل منها أي شيء بدك إياه. فطلعوا هم، فهذا أقرب ما يكون، أقرب ما يكون للتشيبس اللي تلاقيها في السوق. أنت لو بدك تشتري فوربت شيفت ريجستر، this is what you will find تقريبا. أنت لو شو هذا، هذا بكون ما يلي. احنا رح ناخذ للتبسيط رح ناخذ 4 بت ريجستر فقط لا غير اللي امامنا. بما انه 4 بتس، اذا بدك الميموري تبعته 9 4 بتس، معناها في 4 فليب فلوبس بنسميهم A نود A1 A2 A3 بنسميهم. وهذا الريجستر اللي فيه 4 بتس اللي هم A3 A2 A1 A0، هذا الان بدك تعمل فيه ما يلي. بدك إما تحافظ على المعلومات اللي فيه no change، أو تخليه يعمل shift right زي ما قلنا أخذنا بالمثال قبل شوي أو المثالين، أو تعمل shift left يعني تعمل shift بالعكس، أو تعمل parallel load تحط معلومات جديدة فيه. ال parallel load بدك أنت له parallel inputs اللي هم بيكونوا عادة i3 i2 i1 i0، بحيث i0 تيجي هون و i1 تيجي هون و i2 هون و i3 هون، اللي هو الانفورميشن that we want to load the register. فبدك انت هذا يعمل اربع اشياء مختلفة. طب كيف بدنا ننظم الشيء هذا اربع اشياء مختلفة؟ بنقول لك ممكن نستخدم multiplexers. So we can use اربع multiplexers كل واحد منهم 4 to 1 اربع multiplexers. رح يصير شغله كما يلي. خلنا ننتبه شوي هون بس مع بعض، هذه ربالكم ونركز بهذا الشيء. إذا بدنا يكون no change، طبعا حتى نختار إحنا أحد أربع أشياء بدك two control variables نسميها mode control. فالمود control هم بيتحكموا كيف الريجستر راح يشتغل. وقال له خلينا إذا no change خلي S1 S0 يكون 00، إذا بدك يعمل shift right خلهم يكونوا 01، shift left 10 و parallel load يعملوا 11 as an example. So this is what we have إحنا. خلنا نشوف how do we do this باستخدام الأربع flip flops والأربع multiplex اللي عندنا. Okay. خلنا نبدأ. خلنا نأخذ بالأول no change. فإحنا بدنا الريجستر يعمل no change إذا كانوا S1 S0. ال S1 S0 بنحطهم selection lines للmultiplexer. حتى لما يكونوا 00 هذول شو بصير؟ المالتيبلكسر اللي على الزيرو إمبوت رح يبين هون، اللي على الزيرو إمبوت ببين هنا، زيرو ببين هون وزيرو ببين هون. إذا كان الزيرو إمبوت ببين على الأوبوت إذا رح يكون لودد للدي فليب فلوب هذه بالك بعد شوي وبدك يعمل نو تشينج، شو بتعمل أنت؟ تقول لي خلني أحط هون الـ A نوت إذن، وحط هون الـ A1 وهون الـ A2 وهون الـ A3. إذا بيكون هون A نوت وهون بيكون A1 وهون A2 وهون A3، واضح؟ فإحنا كل فليب فلوب الأوتبوت تبعها خلينا يجي على الإنبوت تبعها عشان يكون نو no تشينج لما يكون السلكشن لاينز 0 0. أني كويستشن؟ في حد مش فاهم اللي حكيناه الآن؟ جود. الآن بدنا الريجستر يعمل شيفت رايت المود كنترول 01، بنمسح اللي كتبناه. بنقول لك اذا كان 01 يعني S1 ب0 S1 و S0 ب1 يعني هذا 0 هذا 1 01 01 شو بصير؟ اللي على ال1 انبوت هون هو راح يجي هون لانه هذا 01، ال1 انبوت بدك يجي هون، ال1 انبوت يجي هون وال1 انبوت يجي هون. طب اذا انا بدي اعمل شيفت رايت، هذه دير بالك حتى لما شيفت رايت بدي الاي 1 هاي هي اللي تكون هنا ال1 انبوت والاي 2 تكون هي على ال1 انبوت اللي وراه اي 2 سوري، والاي 3 تكون هي على الانبوت اللي هون اي 3، وفاينلي ال1 انبوت هاي اللي هنا راح تكون سيريال انبوت فور شيفت رايت، بجيب ايش الجديد اللي بدخله في الليست في الموست سيجنيفيكانت بت. واضح؟ اني كويستشن؟
فالمالتيبلكسر الأول راح يكون هنا A1 وهنا A2 وهنا A3 وهون راح يكون سيريال فور شيفت رايت. بعد كلوك بالس A1 تيجي هنا, A2 هون, A3 هون, ونيو انفورميشن تيجي هون. هيك معناها. Any question? Okay. خلنا نكمل إذن. لو بدي أعمل الآن shift left, بخلي ال mode control 1 0, بتكون high 1 وhigh 0, high 1 وhigh 0, 1 0 1 0. لما تكون 1 0, ال input 2 هنا هو راح يبين هون, ال input 2 هون راح يبين هون, و 2 راح يبين هون, و 2 راح يبين هون. إذا shift left هيك بدي أعمل, دير بالك. فال A note بخلي تيجي هنا, أنا بحيث تيجي هون A note, فهي جاية هون, ملاحظ أنت. وال A1 تيجي هون حتى تكون هون طالعة, وال A2 تيجي هون حتى تكون طالعة هون, وعالشمال على اليمين خالص بجيني serial input for shift left, بجيني معلومات من جديدة. فعلى كلوك بلس شو بصير؟ هاي تيجي هون, هاي الـ A2, هاي تيجي هون الـ A1, هاي A1 تيجي هون, و ديتا جديدة تيجي هون بتخزن. Any question? Okay, finally, إذا الـ mode control 1-1 بعمل parallel load, فإذا كان 1-1 هذولا الملتيبلكسر راح يعدي اللي على الانبوت 3, اللي هو هذا اللي راح يعدي, يعني هذا الانبوت راح يصير هو على الاوتبوت. هذا شو عليه؟ اي 3 بيجي هون, اي 3, هذا اي 2 بيجي, اي 2, اي 1, اي 0. اجين على الايدج اوف ذا كلوك شو بصير؟ اي نوت راح تتخزن هون, واي 1 تتخزن هون, اي 2 هون, واي 3 هون. هذا بنسميه بارالل لود, يعني الانبوتس إن وضعوا في الريجستر كلهم بنفس الوقت إن بارالل. هيك معناها. أني كويسين يا شباب, أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ أوكي. كل شيء واضح يعني؟ طب لو يا ترى, لو يا ترى حبينا نبدل, نبدل نبدل نقول لك على 0 0 بدي اعمل parallel load, وعلى 1 1 اعمل no change, شو بغير هون انا؟ حد بيقدر يجاوبني؟ معنا شباب ولا مش معنا انتو؟ معك دكتور, معك. طب يلا مين تجاوب معنا هيدا؟ معنا انا مش فاهمين اللي حكيته انا وساكتين. No answer. فاين, خلاص على بركة الله. نيكست معناها. احنا قلنا تشتر هذا في two different parts, الريجسترز والكاونترز. So we finished the registers, اللي هو تقريبا نص التشابتر. الآن نيجي على الكاونترز النص الثاني. اوكي, احنا معنا 16 طالب من 30, يعني المفروض انه حد يجاوبني. كان اذا ما حدش جاوب معناها we have a problem, انا اي ثينك. اوكي, اي كان دو اي ثينك. اذا ما حدش عنده اي سؤال كان وما حدش جاوب, ذاتس فاين. شايفين السلايد الان بالريبل كاونترز؟ اه دكتور, واضح جدا. واضح, اوكي فاين. الحقيقه الكاونترز
الكاونترز زي ما قلنا هو عبارة عن register, ولكن it goes through a predetermined state. يعني لو بدي أعمل أنا 4 bit counter مثلا بدي 4 flip flops, أوكي, بس بقدر أسميهم A3, A2, A1, A0 أو A4, A3, A2, A1 إلى آخره. هاي أسماء مش مشكلة. وقيم الأربعة في الفلوبس هاي بيكون predetermined sequence. يعني بقدر أقول لك بدي أعد من 0000 ل 1111, لما يوصل 1111 يرجع على 000 مثلا. أو بقدر بدي أعد بالعكس, أنا يبدأ من 1111 بعديها يجي على 1110 ل 0000 ويرجع بعديها هون. أو أقول لك بدي أعد مثلا الأعداد الفردية اللي هي 0001 0011 لغاية 1111 ويرجع على الواحد. عد 1 3 5 7 انصون, وهالمجرة هذا كله اسمه predetermined sequence. sequence أنا بحدده الآن. بالإضافة للشيء هذا في الواقع, بالإضافة للشيء هذا, الكاونترز نفسهم بيجوا نوعين رئيسيين. الكاونترز النوع بنسميه ripple counters, رح نشرح الآن شو معنى ripple counters, والنوع الثاني اسمه synchronous counters. synchronous counters اللي هو النوع الأسهل, بس بحب أقول لكم أنا, لأنه هذا بعد على الكلوك بلس. يعني كل كلوك بلس بزيد بواحد. طب يا ترى بتقول لي إذن كيف إذن هذا بعد على إيش؟ هذا ما فيش فيه كلوك. الريبل كاونترز, الريبل كاونترز في إشي بسموه كاونت سيجنال, يعني إمتى أعد, أوكي, وفيش فيه كلوك. يعني لنفرض أنت بدك تعمل كاونتر تعد كم سيارة بتمر بالشارع اليوم, أو كم سيارة بتمر بالشارع خلال ساعة. شو بتعمل؟ تحط سنسور أنت اللي شوف لما السيارة تمر تقطع الضوء, السنسور بيعطي سيجنال للسيركت تبعتك, فهاي اسمها كاونت سيجنال. فهيك بتكون أنت مثلا هنا بتكون فش سيارة, مرت سيارة هاي هون تعطي سيجنال, ترجع ممكن فترة طويلة فش ولا سيارة, بعدين مرت سيارة, بعدين مرت سيارة ثانية وسيارة ثالثة وسيارة إلى آخره. فهي بنسميها كاونت سيجنال. هاي كل ما السيجنال تتغير من 0 ل 1 أو من 1 ل 0 مش فارقة, الكاونتر بده يعد. في فرق بين هاي وبين الكلوك بلس, فرق هائل بينهم. الآن إن ريبل كاونتر, الفرق بينه وبين السينكروناس إنه the flip flop output transition serves as a source for triggering other flip flops. هذا اللي هو بالريبل كاونتر. الآن راح نشوف مثال عليها شو المقصود بالشيء هذا. إذا هون في عندنا إحنا الـ output of a flip flop, هيك معناها الـ output of a flip flop, هي بتخلي الـ other flip flops تتريجر, تتغير قيمتها يعني معناها. فهذا بالـ ripple counters. بينما بالـ synchronous counter, synchronous في clock طبعاً, the C input of all flip-flops receive the same common clock. هذا الفرق بينهم. حتى نفهم الفرق هذا الرأي المهم جدا, بنأخذ مثالين عن ripple counters, مثال نعد في الباينري, مثال نعد في الباينري كود الديسيمال. Any question على الكونسبت بالأول هاي, إذا حد مش فاهم إشي قبل ما ننتقل. بس أنا ما فهمتش اللي هي, اللهم صل على سيدنا محمد, الفرق بين الكلوك بلس والريبل, مش الريبل كاونتر, الثانية والكاونت بلس. عند السنسور اللي حكيت عنه. يس يس يس, أوكي. الآن الكلوك بلس, كل ما نقول لك كلوك تخيل إنه إشي منتظم. إشي منتظم يعني في إلها the same period. لو البيريود كان مثلا كانت 1 سكند لنفرض, راح تلاقي كل رايزنج ايدج ورايزنج ايدج راح تظل نفس البيريود اللي هي 1 سكند. هاي اسمها كلوك بلس. كيف الساعه؟ الساعه منتظم الساعه, يعني الفرق بين ساعه وساعه ساعه, والفرق بين دقيقه ودقيقه بيضل دقيقه, مش بتغيرش. بينما الكاونت بلس غير منتظمه, ما فيش لها بيريود. الكاونت بتصير 0, تتغير من 0 ل 1 لما إشي يحصل.
هذا اللي هو السنسور بيكتشفها الإشي اللي بيحصل هذا. هذا الفرق بينهم. فأنا رسمت هاي on purpose، رسمتها مش منتظمة أبداً. قلت لك هاي عبارة عن count signal، هاي count signal هيك صارت، اللي هو ممكن مثلاً من هون لهون تكون ساعة أوكي one hour، من هون لهون الجاي تكون مثلاً 10 minutes، من هون لهون 5 minutes، من هون لهون 20 minutes إلى آخره. مش منتظمة أبداً، لأن هنا تحصل events خارجة عن سيطرتنا، بس إحنا بنشوف الإيفنت إنها صارت وبنعد. هيك معناها. عشان ضربت لك مثال قلت لك بدنا نعد كم سيارة بتمر من النقطة هاي باليوم أو بالساعة. فإمتى السيارة بتيجي ما حدش بيعرف صح ولا لا. فكل ما تيجي سيارة السيجنال هاي هون اللي شايفينها بتتغير، تعطي one pulse. هيك معناها. شكرا دكتور، وصلت. سلام عليك. ولا همك، يا مرحبا. Any other question؟ أوكي. ترى زي ما بدينا في البداية لما سألتوا عن الكويز اللي زميلكم اللي قال اليوم عنده امتحان ومدرسة كويز والآخره، next time راح يكون الكويز بهذا الشابتر إن شاء الله، ديروا بالكم. فبدكم تدرسوا اللي شرحته اليوم والمرة الماضية طبعا بعتمد عليه، لأنه واللي راح نشرحه الآن الكاونتر، يعني الكويز الجاي راح يكون من محاضرة اليوم بإذنه تعالى. That's why أنا بحاول أتأكد أنكم فاهمين، بس ما فيش فيدباك منكم، شو بدي أعمل أنا؟ نبدأ بالريبل كاونتر. والريبل زي ما أنت شايف بنسميها asynchronous، يعني غير متزامن. الA هون غير متزامن. ليش؟ لأنه في no clock إلها، فيش clock. الريبل كاونتر اللي هو asynchronous، it counts the binary sequence، تعد الباينري سيكونس فقط لا غير. وبهذا المثال، لانه كان في سؤال عن نيجاتيف ايدج وبوزيتيف ايدج، نبدا بنيجاتيف ايدج تريجر كاونتر كمان هنا. وكلمه ريبل معناها زي ما شرحنا قبل شوي، الاوتبوت اوف وان فليب فلوب تكون هي الكلوك تو ذا نيكست فليب فلوب. هاي كلمه ريبل. يعني إذا الفليب فلوبس، لاحظ أنت إذا عندك، لو سميتهم مثلا A0 A1 A2 A3 وسميتهم، لاحظ A0 هاي هي الانبوت تبع الكلوك تبع اللي وراها، والA1 جاي على الانبوت كلوك للي وراها، والA2 على الانبوت كلوك للي وراها، وأول كلوك جاي لها إيش اسمه count pulse. هاي اللي شرحناها قبل شوي، اللي قلت لك اللي بده عد كم سيارة الكاونت بلس، وليس كلوك بلس، ها لأنه فش فيها كلوك أصلا. هاي هذا اللي اسمه ريبل. طب لما أقول لك ريبل، لاحظ أنت لما تتغير هاي من واحد لصفر، ها دير بالك هاي بتغير إذا التيب ون ماشي، ولما تتغير هاي من واحد لصفر هاي راح تتغير إذا التيب ون، لما تتغير هاي من واحد لصفر راح يتغير. إذا في عندك أنت هاي بده وقت لما تتغير، وقت أطول. وهون بنحكي إحنا إنه the close queue adds up، يعني السكيو اللي هو إذا في فرق، الفرق بصير يزيد، لأنه هاي أسرع شيء، هاي وراها، هاي وراها، هاي وراها، آخر واحدة كثير بطيئة بتكون. هاي المقصود. ماشي، خلنا نشوف how does it work هذا الكاونتر. نبدأ إحنا هون، نبدأ في 0 0 0 0. شو رأيكم؟ 0 0 0 0. أن لو بدأنا في 0 0 0 0 وهاي السيجنال تبعت الكاونت سيجنال، هاي الكاونت سيجنال، إمتى الكاونتر هذا بغير؟ حد بيقدر يجاوبني؟ امتى الكاونتر هذا بيغير؟ لما تمشي السيجنال طبيعي، بعدين يوصل عند اول قمه حيتغير، بعدين حيرجع نفسه، بعدين بس يوصل القمه الثانيه حيرجع يتغير وهيك. شو قصدك القمه؟ بس شو قصدك القمه؟ القمه قصدي بس يوصل عند البولس، يعني البولس الاول. اوكي، البولس من وين جاي البولس؟ نيجاتيف نيجاتيف ايدج. برافو. اوكي، لحظة، انت هاي هون نيجاتيف ايدج تريجر،
يعني اذا كاونت اذا كانت هاي الكاونت بلس لما الكاونت تتغير من واحد لصفر هيك معناها هون التغيير هذا اوكي باللحظه هاي طالما التيب 1 لحظه احنا كل التي التي لهذا وهذا 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 وصلناها بلوجيك 1 منها تيب لوجيك 1 وهون تي فليب فلوب تيب لوجيك 1 معناها كل ما تيجي الكاونت بلس تغير من واحد لصفر يعني باللحظة هاي هنا وباللحظة هاي هون وباللحظة هاي هون هاي راح تعمل توجل هيك معناها صح ولا لا any question صح اوكي very good اذا على اول كاونت بلس يعني هون وسط اول سيارة خلنا نقول مثلا احنا هيك معناها على اول كاونت بلس الزيرو هذا راح يعمل راح يغير شو بصير بصير 1 ماشي لما يتغير هذا من 0 ل 1 هذا اللي كان هون 0 وكان هون 0 وكان هون 0 لانه كل واحد ماخذ من اللي قبله يعني لما كان هذا 0 هي كان هون 0 وهذا 0 هي هون 0 وهذا 0 هي هون 0 اوكي لما يتغير هذا من 0 ل 1 هذا 0 صار 1 هنا فكأن الكلوك تبعت هذا تغيرت من 0 ل 1 هيك صارت بيتغير ولا هذا اللي هون الافندي لا ما هي تغير دكتور ما هي ما راح يتغير very good اذا اول ما اجت الكاونت سيجنال هاي اللي هون انتقلنا من 0 0 0 0 لا بدي اقراهم بالعكس الان انا ل 0 0 0 1 يعني انتقلنا من كاونت 0 لكاونت 1 هيك معناها ماشي any question طيب شو بصير لما نيجي هاي كلوك بلس هاي الثاني هون لما تغير من 1 ل 0 مره ثانيه الكاونت بلس هاي سوري مش كلوك بلس لما تغيرها من 1 ل 0 هاي من 1 ل 0 منها this will toggle اللي هنا flip flop اين شو راح يصير فيها مان يا جماعه راح تنعكس قيمتها راح تنعكس قيمتها برافو يا بنتي ان هاي ال1 راح يصير ايش 0 طب الزيرو هاي موصلي هون فهذا ال1 صار 0 مزبوط ولا اذا الكلوك انبوت تبع هاي الفليب فلوب تغير من 1 ل 0 شو بصير بهاي الفليب فلوب راح تتغير قيمتها راح تصير 1 راح تصير 1 وهاي هون راح تصير 1 ماشي اذا انتقلنا لو حطينا هنا A3 A2 A1 A0 من 0 0 0 0 أول كاونت بلس تغيرت من 1 ل 0 رحنا ل 0 0 0 1 لما تغيرت هاي كمان مرة ثانية من 1 ل 0 تغيرت هاي وغيرت هاي هذول بضلوا زي ما هم طبعا فالآن صرنا في 2 إحنا اللي هاي 0 وهاي 1 وهاي 0 وهاي 0 يعني هاي 0 وهاي 1 وهاي 0 هيك معناها any question فحنتقلنا من count 0 لcount 1 لcount 2 أي سؤال أوكي لما تتغير هاي المرة الثالثة الكاونت من 1 ل 0 شو راح يصير لهاي it will toggle كمان راح يتغير فهي بصير 1 هاي بصير هون 1 واحد هذا بيجي هون شو بصير لهاي ما بتتغير يا دكتور بضلها زي ما هي ما بتتغير وهاي برضه ما بتتغير ما بتتغير وهاي ما بتتغير فروحنا من 2 ل 3 هاي 1 هاي 1 بتضل زي ما هي هنا وهاي 0 وهاي 0 رحنا ل 3 الان فصرنا ب 3 0 0 1 1 صرنا ماشي الآن
لاحظ هاي 1 ها دير بالك وهاي 1 وهاي 0 وهاي 0 لما تيجي كلوك بلس رابعة هون أو سيارة رابعة توصل كمان من 1 ل 0 بتغير الكاونت شو بصير لهاي اللي هون رح تصير 0 رح تصير 0 ممتاز هاي حطينا هون 0 لما تصير هاي 0 شو رح يصير هاي رح تصير 0 تتغير قيمة 1 ل 0 كمان وهاي رح تصير 0 رح تصير هاي 0 عند الواحد وبرضه رح يتغير تصير 1 هذا زي ما هي فهنا رحنا من 3 ل 4 رحنا من 3 ل 4 يعني كانت هاي 0 سوري كانت 1 1 0 0 رحنا ل 0 0 1 0 اللي هي 4 رحنا الان فالان وصلنا كاونت 4 احنا على رابع كلوك بلس توصل any question اوكي خلينا نكمل معناها كويس القصه اذا طالما صرنا 4 الان اللي هي 0 0 سوري 0 1 0 0 0 هذا هون و0 هذا هون و1 هذا هون الان على next count pulse تطير بس هاي 1 هاي بصير 1 بس nothing else على count pulse اللي وراها راح تغير هاي راح تصير 0 وهاي راح تصير من 1 ل 0 فراح تغير هاي فرحنا من 5 ل 6 اللي وراها راح تغير بس هاي اللي هي تصير 7 اللي وراها اللي وراها اللي وراها اذا وصلنا السبعة لاحظ انت 7 نهايه 0 1 1 1 يعني هذا هون 1 وهذا هون 1 وهذا هون 1 هيك معناها لما تيجي الثامنه اللي هون تكتب بلس الثامنه شو بصير راح تغير هاي ل 0 هذا الواحد راح يتغير ل 0 راح يتغير هذا 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 ل 1 يعني كل الفليب فلوبس والتوجل كلهم راح يعملوا كومبلمنت الان فبنروح من 7 راح نروح ل 8 اني كويستشن لو كملنا راح نلاقي انه من 8 نروح ل 9 بعدين ل 10 بعدين ل 11 بعدين 12 1100 بعدين 13 بعدين 14 بعدين 15 اذا بنوصل 15 لاحظ انت اذا بنوصل 15 بدي امسح كنت انا اذا بنوصل 1111 اللي 15 راح تكون هاي هون 1 وهاي 1 وهاي 1 اول ما تيجي السيجنال رقم 16 شو بصير طبعا again negative edge triggered هذه دير بالك من 1 ل 0 تغيرت هاي it will complement اذا هاي complement الواحد هذا بتغير من 1 ل 0 so this will complement بصير 0 واذا هذا 0 هذا بصير 0 this will complement راح يصير 0 واذا هذا الواحد صار 0 this will complement راح يصير 0 فمن 1 1 1 1 رحنا لايش ل 0 0 0 0 أني كويستشن يا شباب حد عنده أي سؤال So this is called a ripple أو asynchronous counter لأن الانبوتس تبع كل فليب فلوب سوري الكلوك انبوت تبع كل فليب فلوب جاي من الاوتبوت تبع البريفيوس فليب فلوب هيك معناها هذا اللي كنا شرحناه قبل شوي احنا ما كانش يمكن واضح كثير إلنا قلنا ان ايربل كاونتر للفليب فلوب اوتبوت ترانزيشن ترانزيشن يعني يتغير من 1 ل 0 هيك مع الترانزيشن سيرفز از ا سورس فور تريجرينج اذر فليب فلوبس فا اي نوت تريجرز اي 1 و اي 1 تريجرز اي 2 و اي 2 تريجرز اي 3 وهل مجره هذا اللي الان شرحناه اوكي ناخذ مثال ثاني اللي هو count down مش count up لاحظ احنا هنا من الA note الA note كن هي الكلوك تبع الA1 والA1 هي الكلوك تبع الA2 والA2 هي الكلوك تبع الA3 طب يا ترى
لو غيرنا شوية، لو غيرنا شوي هون غيروا كل شيء، مش شوي غيروا، لأنه إحنا في عنا أكثر من طريقة نعمل counters طبعاً، بس بنحاول إحنا بالكورس نعلمكم أكثر من شيء. يعني هون عملنا باستخدام T flip flops، T flip flops هنا. لو أخذنا بدل A note، لو أخذنا A note prime يغير هذا اللي هون، و A1 prime يكون الكلوك اللي هون، وإلى آخره، راح يتغير الكاونت سيكونس من up راح يصير down sequence. تقدر تجربوه لحالكو. والداون أيضا ممكن نعملها بطريقة ثانية باستخدام دي فليب فلوبس. ممكن نعملها إحنا بدل تي دي من data. If want to use دي فليب فلوبس الآن بصير شكلها كما يلي. عندك الكاونت بلس تيجي زي ما هي للأولى دائما وأبدا، وهنا الـ A note بتكون هي الكلوك تبع الثانية، والـ A1 الكلوك تبع اللي وراها، والـ A2 الكلوك تبع اللي وراها، ولكن الـ D هنا لكل واحدة جاي من Q prime. يعني A note prime جاي على D، و A1 prime جاي على D تبعها، و A2 prime على D2، و A3 prime على D3 جاي. خلنا نشوف شو بصير. خلنا نبدأ على الأقل نأخذ أي شيء ونشوف what will happen next. خلنا نأخذ مثلاً 0 0 0 0. شو بصير معنا إذا 0 0 0 0؟ يعني راح تكون هاي بواحد وهاي بواحد وهاي بواحد وهاي بواحد، هيك معناها. فبكون هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1. أنا question لسه ما عملناش إشي بعدنا. فرضنا إنها 0 0 0 0 وحطينا الانبوتس على الدي تبع الفليب فلوبس. خلنا نعطي توصل أول سيارة، تيجي أول سيجنال من واحد لزيرو الكاونت، شو بصير؟ نيجاتيف إج تريجر، فهذا الزيرو إت ويل كومبلمنت راح يصير واحد، صح ولا لا؟ دكتور بس سؤال صغير. تفضل. الدي لما حطينا الانبوتس عند الدي ليش حطيناها واحد؟ الانبوتس عند الدي حطيناها واحد لانه الداتا تبع كل فليب فلوب ماخذه من الكيو برايم تبع الفليب فلوب. يعني هيك هاي الكيو هاي الكيو برايم وهاي الدي وهاي الكلوك انبوت، فاحنا كل واحده اخذنا من هون لهون دخلناها. فإذا هذا زيرو شو بكون؟ هذا واحد. خلص. هذا واحد. وصلت دكتور. وصلت الحمد لله رب العالمين. very good. فالآن هاي negative edge triggered دي flip flop. إذا الكلوك تبعتها تغيرت من واحد لصفر زي ما أنت شايف هون، شو بصير؟ دي will be loaded here. مزبوط ولا لا؟ فدي will be loaded here معناها الواحد هذا بيجي هون، واضح؟ كان هذا زيرو وكان هذا زيرو وكان هذا زيرو اللي هون، الكلوك تبعت هذا تغيرت من زيرو لواحد، nothing will happen. هذا ما هي. فروحنا من زيرو 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 لزيرو زيرو زيرو ون. رحنا أي سؤال؟ أول ما يصير هذا، خلنا أكتبها مرة ثانية، بس إحنا الآن صرنا في 0001. فهاي هون يكون 1 1 1 0. الزيرو بيجي هون والواحد بيجي هون والواحد بيجي هون والواحد بيجي هون، وهاي واحد من هاي هون واحد، وهاي زيرو بيجي هون زيرو الكلوك والكلوك هاي زيرو. هيك صار عندي الوضع. أنا عندي question. الآن لما تغير count مرة ثانية من واحد لصفر، هاي اللي هون again D will be loaded here، فهذا راح بصير زيرو. إذا صار هاي زيرو هذا بصير زيرو، وبالتالي هذا الواحد will be loaded here. هذا بتغير لواحد بس مش مشكلة،
فننتقل من 1 ل 2، كنا في 0001 صرنا في 0010 هيك معناها. وهلو مجرم مش راح نكمل اكتوالي. فهذول اثنين عبارة عن up counters، بس هذا باستخدام T وهذا باستخدام D flip flops. any question علمنا؟ اي سؤال يا شباب؟ اوكي، الان الكاونت سيكونس اللي احنا عديناه زي ما شفنا، الكاونتر بنتقل من 0000 ل 001 ل 0010 الى اخره اكتوالي 8، بعدين 1001 and so on لغايه 1111 وبرجع لهون. I think that's straight forward، بتوش اي شيء. الاصعب شوي، الاصعب شوي فهمه هو الباينري كود الديسيمال ريبل كاونتر، هذا هو الاصعب شوي. وعندنا بعد 4 دقائق actually it will not be finished باربع دقائق. اذا عندكم اي سؤال بالباقي الوقت I think we can answer you، otherwise اوكي okay. otherwise نرجع ناخذ هون احنا، خلينا نشوف شو بصير لو نمسح بالاول اللي هون، لو بدل ما اخذنا من A note، لو اخذنا من A note prime، يعني بدل ما هون ناخذ هاي هيك وناخذ من هاي من A note prime، من A1 prime، واخذنا من A2 prime و يس، لو هيك عملنا عشان قصدي انه لكل فليب فلوب لو اخذنا من البرايم تبع اللي قبلها مش هي نفسها، وبدأنا ب 0 0 0 0 لو بدأنا، يعني شو بصير؟ بصير انه إذا هذا 0 يعني هذا 1 وهذا 1 وهذا 1 وهذا 1 بيكون الكومبلمنت، فكأنه بيكون في عندي 1 هون جاي أنا وكون 1 هون جاي وكون 1 هون جاي. ماشي؟ أني كويستشن علمناه الآن، أي سؤال؟ طيب الآن لما يصير كاونت بلس من 1 ل 0 تغير شو بصير؟ هذا تو الكومبلمنت لأنه T ب1، فهي 0 بصير ب1، إذا A وصلت ب1 رح صير هاي ب0، رح صير هاي ب0، صح ولا لأ؟ هاي رح تعمل كومبلمنت رح صير 1، صير هاي 1 رح صير هاي ب0، رح صير هاي ب0، هاي كمان رح تعمل كومبلمنت، هاي رح تصير العكس وهاي رح تصير العكس وهاي رح تعمل كومبلمنت. وين انتقلنا؟ من 0000 رحنا ل 1111 فصرنا نعمل count down actually. فلو حبينا نعمل count down كل اللي عملناه احنا هو فقط لا غير، بدل ما ناخذ من ال A note تبع كل flip flop للي وراها او ال AI اخذنا من AI prime، هذا اللي عملناه احنا. ناخذ مثال ثاني لو كنا يعني من 6 هلا هي هاي 5 1 1 1 1 اللي هي 15، هلا الكاونت اللي بعديها رح يصير 14 يعني 0 1 1 1 صح 100%. يس كنت اعمل لك اياها، انا كنت اقول لك لو كنا في 1 1 1 1 لو كنا اجين نفس الشيء برضه، انا هاي 0 وهاي 0 وهاي 0 وهاي 0 والزيرو واصل هون بصير هاي 0 وهاي 0 وهاي 0 صارت، لأنه صار العكس واصل كومبلمنت. فلما يتغير هاي الآن this will complement راح يصير 0، هاي راح يصير 1، هاي راح يصير 1، مش راح يتغير أي شيء ثاني. فروحنا من 1111 رحنا ل 1110 بالضبط، وهل مجرة شو راح تعمل count down هاي لو اتبعناها راح نلاقي هذا اللي بصير. اوكي اي ثينك ذاتس ا جود بليس تو ستوب الان، الساعه 11:15 صارت بالضبط. يعطيكم العافيه وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، مع السلامه. مع السلامه، يعطيك العافيه دكتور. الله يحفظك.